أعلنتها اليونسكو ثراثا إنسانيا منذ سنة 81 900 و1000. كيف لا وخلف أسوار وأبراج فاس تاريخ وحضارة مغربية تمتد لأزيد من 12 قرنا، ما بين فاس البالي وفاس الجديد تاريخ يروى خلف 12 بابا. أسامة أفقير، حمزة الصالحي. مدينة فاس العتيقة تمتد على مساحة تناهز 280 هكتارا، وتتوزع مبانيها بين كل من فاس البالي وفاس جديد. الأسوار المحيطة بالمدينة القديمة تخترقها عدة أبواب يرجع تاريخ بنائها إلى فترات مختلفة. باب بوجلود الأثري يظل مدخلا متميزا إلى المدينة القديمة. هذا الباب يعود بناؤه إلى بداية القرن العشرين ويسحر العين برقة زخارفه. شكلت الأبواب الحضرية الكبرى نقطة انطلاق ديال المحاور الرئيسية ديال فاس البالي، ولات تتجه ديالها نحو واحد النواة ديال المدينة القديمة الرئيسية والمركز ديالها التجاري، المثلث القائم ما بين ضريح مولاي إدريس ومسجد القرويين وضريح سيدي أحمد التيجاني. يصل عدد أبواب فاس التي ما زالت قائمة إلى 12 بابا، وأشهرها باب محروق وباب الصمارين. هذا أبواب فاس هي نماذج متنوعة من الأشكال والأحجام. الشكل ديال باب الصمارين له هو شكل خاص، لأن كل الأشكال ديال الأبواب ديال مدينة فاس هي عندها واحد الهندسة أو عندها واحد الحسابات خاصة. تعد مدينة فاس العتيقة بقدم مبانيها وتنظيمها الحضري الفريد نموذجا للمدينة الإسلامية المغربية، وموروثا ثقافيا ماديا يعكس عمق الحضارة المغربية، فهي مفخرة المغرب والمغاربة ورمزا من رموز الهوية الوطنية.